ثانوية عامة مرتين، بيذاكروا لغة عربية وكان عندي كان انجليش لو حضرتك فاكر. والله بجد كان ادانا البرميشن او الاذن ان احنا نرجع ان في الطريق، كنت بذاكر وكنت واخد الكتب معايا في في المعسكر، كنا المعسكر. بنلعب بالسودان لو حضرتك فاكر في استاد المكس. بالظبط بالظبط. هو بس كان فكنا بنذاكر في المعسكر ونروح على الامتحان ونرجع تاني يوم على طب الاسكندرية. موضوع ان انت عندك اصابة مزمنة ده مأثر عليك يعني مفيش لما اصابة مزمنة؟ لا ده يعني ده يعني مفيش حاجة اسمها اصابة بس مزمنة في في ناس الكورة. بتقول كده يعني ما هي دي رامي المشكلة، نعم. عشان هما مش فاهمين لا ده. ما زي ما بيقول رامي، هي مش اصابه مزمنه، هو رامي للاسف على في ناس كتير قوي ما كانتش فاهمه اللي هو كان بيقوله دلوقتي. طبعا كويس برضه يشرح انت للناس. بقى بتتغلب الاصابه على مزمنه يعني ان انا عندي اصابه واحده ثابته. بتتكرر، دي ايه معنى اصابه مزمنه؟ انا ما عنديش اصابه جات لي وكررت. ده حلو قوي نوضحه للناس دلوقتي. ايوه ما هو الناس مش فاهمه ده، يعني ايه اصابه مزمنه؟ اصابه مزمنه ركبتك وجعتك هتفضل توجعك مش هتتخف، دي اصابه مزمنه. انما انا ما جاتليش حاجه وجات لي تاني، يعني انا مثلا عملت عمليه في ظهري مركب مسمارين في ظهري، بتجي لي اصابه تانية في ركبتي، بتجي لي اصابه تانية في الضمه، يبقى دي زي اصابه مزمنه. يعني طول ما انت العقليه بتلعب هيكون في مشككين طبيعي. يا كابتن طبيعي. يعني لا ده مش قصدي يعني مشككين، ده طبيعي، ده في الكوره طبيعي. كابتن هاني طبعا يعرف ده اكتر مني، ده طبيعي وهتتعاملي معاه يعني مش متضايقين منه، عادي هم حقهم يكتبوا او حقهم يقولوا وانا برد في الملعب. كابتن هاني طبعا يعني فاهم الموضوع. ده حقيقي. فإصابة مزمنة يعني أنت بيجيلك الحاجة أكتر من مرة في نفس المكان، فما فيش حاجة اسمها كده. يعني ما فيش حد في الكرة أو ما فيش حد أو ما فيش نادي لو أنا عندي إصابة مزمنة ما كنتش سافرت البرتغال. لا ما كانش كمان النادي هيأيده أصلا. مش هتلعب بالظبط. أو النادي الأهلي على الأقل مش هيأيدني. يعني يستحملني ليه؟ راح يعني احترف في البرتغال، أول حاجة كشف بيعملوها كشف طبي. كابتن هاني عارف الموضوع، بس يمكن اللفظ نفسه الناس فاهمها. وكنت عامل عملية ومركب مسمارين في ظهري واتقابلت هناك برضو. يعني مش مشكلة العملية دي حرمتك كمان من الأولمبياد. كنت مع حضرتك طبعا، كنت لقيت التصفيات مع حضرتك وبعد كده جينا الأولمبياد حصل لي الموضوع بتاع ظهري ده. طب نبعد عن الاصابات يا ربنا يبعدك عنها يا رب. نتكلم بقى النهارده عيد، عايزين نفرح ونبسط. نقفل على الجزئيه دي خالص.